إن المعرفة هي التي تعطي لحياة الإنسان قيمة وأهمية وتملأها زخماً وحيوية، لذلك كانت مطلباً للإنسان، بل إنها غدت في عصرنا الحديث حقاً متاحاً في كل زمان ومكان. فإيماناً بهذه الفكرة أطلقت مكتبة الأطفال العامة برنامج معرفة، والذي يأتيكم في موسمه الثاني من نوفمبر 2019 حتى أكتوبر 2020 بدعم من شركة بي بي عمان، ليثري اهتمامات أطفالكم، يلامس حلم يتيم في بناء المعرفة، يقترب من ذوي الاحتياجات الخاصة، يمضي قدماً مع ولي أمر، ويصبح عوناً لكل مهتم بأدب الطفل، لنسير بهم جميعاً مستشرفين الغد الأجمل نحو واحات فكرية وثراء معرفي. نمضي لرفض المجتمع في كافة الميادين، نصادق البيئة، نهتم بالسلامة، نعزز الصحة، نطور الثقافة، ونحلق خارج السرب بحثاً عن فكر جديد في الابتكار وريادة الأعمال. في هذا الموسم أقامت المكتبة أكثر من 46 ورشة في مختلف مجالات المعرفة، استفاد منها 1340 شخص، منهم 986 شخصاً في المكتبة عينها. أنا مها بنت ماجد، دخلت ورشتين من برنامج معرفة، لقد شاركت في واسن كافية التي تقدمها مكتبة الأطفال العامة. في ورشة عالم جوجل تعلمت أسرار جوجل، وتعلمت ألعاب، وتعلمت كيف أمنع الفيروسات من دخول الحاسوب. أنا شاركت في ورشة الشطرنج، وكانت الورشة جميلة جداً وتعليمية. شاركت في ورش، منها ورشة أصنع شيء من لا شيء، ونسوي إعادة تدوير ويطلع شيء جميل. كما تجاوزنا حدود المكان لنصل إلى أكثر من 406 أشخاص عبر قنوات العالم الافتراضي، متحدين بذلك ما فرضته جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 من صعوبات، مستعينين بأكثر من 123 مدرباً ومساعداً من داخل السلطنة وخارجها. أنا اسمي محمود حمد الهنائي من محافظة البريم. دخلت في أحد الدورات التي تسمى بدورة ستوب موشن، وكان باستخدام برنامج الإنشوت. أنا سارة الشحامية من محافظة جنوب الشرقية، وشاركت أيضاً في ورشة دمى الملاعق، وهي كانت تعلمنا كيفية الرسم. أنا البراء بن محمد بن هلال الحراسي، أعيش في ولاية نزوة. تعلمت شيء عن الزراعة الإلكترونية، بحيث أني صممت دائرة كهربائية تدليني إذا كانت التربة جافة أو لا. معكم اسمي خالد العلوية، شاركت في مناقشة كتاب الأمير الصغير، واستفدت من هذه الورشة كثيرة، وتعلمت منها أشياء جديدة، منها كيفية تحليل الكتاب ونقده. أنا أمل، أنا شاركت في المكتبة، فأنا كنت أسوي زوم من كينيا لعمان، وكان واجد حلو. شاركت القنوات الإعلامية بكل فاعلية في تنوير ورش برنامج معرفة، للخروج به إلى الوسط المجتمعي صورة وصوتا وكتابة، متمثلة في القنوات التلفزيونية، المحطات الإذاعية، الصحف المحلية، منصات التواصل الاجتماعي. وإننا إذ نواصل سيرنا في دروب المعرفة بحثا عن الجديد ورغبة بالمزيد، نزرع حرفا، نجني فكرة، ونمضي لنحصد أفضل الخطوف المعرفية وأجودها لتصل إليكم، لأن هدفنا الحقيقي أن نسمو بفكر أطفالنا ونمنح مستقبل أوطاننا قادة عظماء.